La ilaha illallah. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أمة الإسلام قبل كل شيء أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل Dua ega Rabbi subhanahu wa ta'ala galat Rabbi fgalchini Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam naga fi rahmata khalan nefim bodet arrantana guya khanaf faya fi imanan asgahudaf galaniha galu Dua ummat al-islam khutban khiyya gawab se حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم جتشا غغبابا هي كون اسامو هدوته خرسولي صلى الله عليه وسلم غباب سيتما عبد الله بن عمر رضي الله عنهما اجمعين ارجما ربي وايغرتي غباب سيجرو الدنيا تنخيستن نمني اكمته قبا هل جرينيا اكمته قبا نمني إف دقتي فيا إساتن أكهن دقم أبين إساتن أكهن دقم جراتشو إساتن دوار راكهن دقم جبين يافي وانك أبو هندان وكهن دقم لرسول صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عريف قباب سي جاتشا قرتي يوك بريسان كتاب نهدون الراب الرفم قبابات تمو جاتشي يولالن أرب الرتلا فادوا جبابة خطبة خينيا خير التأريفة ولا أسو يرون ستين دفنة أسو دلهم تجرت عبادة قرودن قرود ستين مجيء سنة أسو جرت دوت ستين دفنة أبيني خير الرأ أبيني أسو ستين أرجمني يرو تيتر الرأ أسوني في هنشاغلم بيزي تهولان جواب سير رسول صلى الله عليه وسلم مال جي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل يا عبد الله بن عمر جين
ارجمان ربي صلوات الله ربي وسلامه عليه حتى سفتي إساني حالي إسان قرتي نمومتك كافي قد التي دبساتورا أكنوتي قرتي ججلولاتي في حالا قرتي نمبك إكيسون أصوهن تانت عبد الله بن عمر رسولي صلى الله عليه وسلم إفي التكابي شيخو ساتنا أكنا التكابي يا عبد الله بن عمر جين كن في الدنيا كأنك غريب الدنيا تنا خيستي ولا نما نماته أو عابري سبيل أكنا متكا إمال الرجروته الدنيا تني إسين تني أكرك إتشاسي فاتاتو الدنيا تني بك زلالم خيستي وارتوم متي خيستي إفدقتي منا بوربو آسيكا وخيستي جارتشو ربدي منا خيستي ديغا ما في تبيني تأرقم من أخنا خيستي في اندقتين جي رسولي صلى الله عليه وسلم يعني رسولي صلى الله عليه وسلم أكنا ما قرتي بيتي ترى قرى بي فقو دكيته نمني بي فقو نما رفي نمني بي نما جرو وقيو بي إستي قويا تكون نمان دي بآيات بيتي يساني تنمان دي بآيات biyya isaa sanitti akkuma beeytanitti waan biyya namaa jiraate biyya namaa isaa keessaa biyya ofitti waa ijaaruu yaadu maaliif biyya jiru tanaatu tiyyaan mitii fudhatee jira amanee jira addunyaa tanaas akkasitti fudhadhaa jira rasuulii sallallahu alayhi wasallam addunyaa keessatti waartanii keessa zalaalam jiraattanii miti addunyaa keessatti gartee bu'aa buufattanii من زلالم سن خيسة تجارة تنها إسني فاتاتو جا رسولي صلى الله عليه وسلم نمني تنبيغو نمني تنهوبتي نمني تنسا قلتي چنكي في بلا في ركو دبنيا في كبنيا في جبنيا الدنيا إسا هي كيسيسو مالف نتهندنو بكت توتا الدنيا تنخيسة أكنما بكتي تهاجي رسول صلى الله عليه وسلم أكنما بكتي بي يسر راقو دانت إفن دقتنا يا ولي قلامي من دهابا جنة خيسة تجارة دايا أسو من الدنيا جارو أسو هل كني في قيا فينو آخرات يسنهن دقتنا دا قندخنا إراغو دانتني كأنك غريب أو عابري سبيل أكنما خيسوما نمني إسهم بينيته نمني خيسوما توك نمني إسهم بين نمني توكو غافة بيير بيومتي خيسة جراتشو جروتان أمريكا تنعرفو على مناهم بيخ غنداد دانهم بيخ مغالات دانهم بيخ بكا هم توفي غارين تقوم شمتوس هم بيخ نما غافة مالي بك هندت اسم اللتو هم برباد مالف بك غاري في بك هم توان هم بين افجج اكنا ما كسي خيسوم ما تهيا اما نمني على رفو بك غرتي سلا نمني ديمي فرشو تروغو زنا تهجتو هل كان تولي سابل هم بيك هند قري وان إسا هنگل چنين خيساس انسين مالف موتوم ما بيخانا يون اني وان ننجل چني خيرا هيسا سيني وان نتفدو هم بيغو جئي صداف ادواتيتا وان اساي افان رفيفي وان بربادون دين دوبات خيسون مار نمني مان لانجاجا وربي بيا كم نقرابا هم بيغو آدم بيا كم تاتي هم بيغو خنافو الدنيا تنا خيسات اكنما خيسون مما گندنا ما جرو تايا خيسون مان گندنا ما رفتي ادوا كبتي جتش إسي إيجت مكان نمبدين قرين نمبدين جت الدنيا تنخيسة أكستهايا جتش وان خيسا قوچان خيسا إيجت داجا رسول صلى الله عليه وسلم إن هذا الدنيا الدنيا تن غندق أبسوماتي ميت غندق أبسوما خيسة قبيفة نملي خنافو عبد الله بن عمر رضي الله عنه مالجي
حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم تنطلودان ايغدو بين اساغل تيبو دمال جي. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول اذا امسيت فلا تنتظر الصباح واذا اصبحت فلا تنتظر المساء وخذ من صحتك لمرضك. عبد الله بن عمر قال نمات نما اكمل وافا جيسيلال اكمل وهوت مال جي جوابسي ايغا رسول صلى الله عليه وسلم لا حاسو ديرات اندوبني رسول الله عليه الصلاه والسلام برنو تيمنو تيكنمتي سينكين كنامله بردو بي وانو ولما بر غاري ده لغي جنته ربادر يو هم تو دلي دي عذاب اما خطبه سينو كوني ساعه كشين تورسي نامله دو بالله فتما اكو عبد الله بن عمر سنه تسلافورني لكن مو قلبي تنيه تناجب دوجي رب سبحانه وتعالى تخرج دوجي رب سبحانه وتعالى غار رجب دوجي رب سبحانه وتعالى قلبي ني لونما اسمت بوني ربي داف يا ربي بالما سيسيني جنة على خنا يوبا مكينو متين يخيس أيو ده إنه موسيقى شدنا وبليسو أسي قرآن أدرك فني غباني أمة كسي تنوتي أمة هي دوا دقت ملا لا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم إتين داري سنة خطبة ها سوى إتين داري سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل الدنيا تنخيستي أكنا مغرتي ولا لما نماته اكنما امل الرجروته هي هكذا اسم رسول صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن عمر حديثا خنا غبابا خنا جج غبابا لافتو تنفدتيتما افي في اللي اك اسات فسرته مال جي خمال جوتي اذا امسيت فلا تنتظر الصباح واذا اصبحت فلا تنتظر المساء لب إساتي في أمة إساول جرون اللي مالجي يا ديرو يوني في رب سبحانه وتعالى إذا أمسيت رب أرانتنا نجيان سي أولجي أولميني خيو أرانتنا تولي أولمي خي سجراتي أرانتنا يو أولتي رب غنم سر دبرسي أرانتنا يو قلقل وفتي قلقل خي سيو جراتي عبد الله بن عمر فلا تنتظر الصباح غنم ناف دفا بورون بورتي يا جتين ابدتني يرون قبض اموما اموما انت الرف فيد الرق ود فردوتي لبوتي تفان سي فيد هجدو يا نما فرشو ري ديرت يا نما زنا هجت ديرت يا نما ربا خيس ديرت يا نما هذا في ابتي متى جبت يا نما صلاه في صلوات في جمعه في جمع الليل كست يا نما ربي تي سبحانه وتعالى متى جبت هيرين اما خيس جرتتون هيري بليون ام بتمو هندن دي هيري تن رافي ميجا دقيقه تنبود نجرادان سني تن وربي تي مليتي تي متيا امو مانتنا يروق عبدتنا الرايا وبليت اسلاما حجاب امتى ميك او فتاهن تر امو مانتنا افستري في الرخايا يا نمتك قران ربي اجام برتيل التيد بستين بين هيريك عبد امو مانتنا الرفا يدميا حديثني ضعيف هاتهم لي حديث ضعيف خيس احتمال جي رسول الله صلى الله عليه وسلم مالف قرصه في تفيد مدندين ايه ربي تي وولف قلتوف مال جي رسول الله صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد موته والعاجز من اتبع هواه وتمنى على الله ماذا الجنة أو مال خيري رب سبحانه وتعالى من توته لك بيته. مال جي رسول الله حديث نلا فاتهوسي معنى اني قران او جوان وليف قالوف معنى رافضنا قالوا ابيتش حديث اوديسيسون تقام وان قبوف حديث نيسون ضعيف جامي قالوا معنى نسي قران ولي قلت ارى هيون نما جي رسول الله الكيس جتشون ارى هيون نما ارى نمني وات انتلو ارى نمني واهوبت ارى بيخان نما نما غرتي وان بوايسا قبو هجتي
دوران درسي من دان نفسه وعمل لما بعد موته نما لبو إساتنا قمقم نما لبو إساتنا قرط حساب أرانتنا مسجد أبفون خي مال بوانا قب جتشفنا جتشون خي يخون مال بوان حواسف فيسبوك رتهاته منبر رتهاته ستارباكس اتهاته مناخيس اتهاته بكا قرتي قندهما تكون بو آمان ناكب الدنيا في آخرت قرآن كرون بو آمان ناكب دي الدنيا في آخرت نما لبو إساء قمقم وانتا كأسن هجن مؤمنة يجون نما جعل لي نماتي يجون نما كناتي نما هيو نماتي يجون فرنجي اللي مال جتين highly intellectual intelligence يتي نما كناخنا نما قرتي أكان هبنان إساء قداتي أخي نما قرتي وان بو آيسان قمني هجتون ميتي نما وان يو ربي دورا بورو دوفي دقيقاتنا خيستي يو دوئي فول ربي دورا يو ربي سدابي وان هجتي سنين فول ربي دورا تتقمد دوبا وان نتو نباستي ونباستو نمني كيزي بزنزة دلوغو يو حتى واللالا ليته نما ديگري سنيكب نما قرتي ماركتينجي بيو نما بزنسا خيسا إسا دورا توري ديمي قافتا چولين حتى بزنسا نمني حتى بزنسا خيسا تي وهراتو بربادو وسي اتهين سين نيهوبتا نيكورتا أمة الإسلام فيا ربي سني خنيتنا كرم ربي سني خنيتنا أمنتي خيسا تي اتهين فيدا مولان خرا ربي سبحانه وتعالى يوغلتن قم ربي يوديبتن وان اتين بونتن وان اتين قمدن وان سنين هجد اجا رسول صلى الله عليه وسلم مال جي ار واللالا انما ار دتبا لافا انما قوان نما جي رسول صلى الله عليه وسلم والعاجز ار نمني وان هبن ار نمنا دبين وعيسا فنقل نما هل كني قويا قرآن ربي دبسو ديس صلاة ديس سومن ديس حجي لكيس وان سلا بور بو عيسى قبدو وان قبري خيسا يوسين قبري عيسى عيسى فتفي تفي جنات الراتات لكيسه وان برابو كيس سنر رانجي رسول صلى الله عليه وسلم قويا قياما انما رب الرت حزابت اكنما غاري هجتت رب من دا غاري عيسى خفلو رب قرآن خيسا نور الجنة لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم رب سبحانه وتعالى منافق توتك زي دبته أمة يهود الرق زي دبته أمة وان أوفيهن دلقين وان نمني قول وان نمني فيدي وان نمني أرقم سيسي اتي أباته اتي انفارفمو وربادو يا اوسو عن حجتين اوسو غاري هندوبتين رب الرا من دا غاري حسابتو هرغتو الدنيا ما توفو ديلال سا زمني خيسا جرر وان أبوتين خيني اتي امتي اتي دوتي اتي بكويتي اتي تويتي مسارا موتما خيسا سببا قرتي أمتني خيني لفين إساني چچبتي إيني ساني أمين مسارا خيسا ناتا أني أمتا سلا أم والنسون سببان إسان أمانيف سون كايون إسان أمانيف سون ديبسان سون ديبو في أولتي أمتا إتين انجي فنو تيكو امني ايغي ساتي في لفي ساتي الرحمة ربي تين ارقم سيسي امتا سنيف ديبسا ديبسو دي سني امتا سلا سينا قلمي الدنيا خيستي همين ين ربي انسان دبتي في حواسن اللين انسان بيو اتشي خيستا اني بوكي سني امتا سنتادة تندوبا هذا هو بل لما ربي سبحانه وتعالى آية ربي هين سهينا جي ربي لا تحسبن الذين يفرحون بما اتوا ورغرتي وان اساني ربين كنتنا
takkaama waan argatan kana akka waan ofii fidanitti ifsahanii ittiin dhaaddatan faaruu fi galata ittiin barbaadan hin sehinaa jaa rabbiin subhaanahu wataaalaa ka rabbiin isaan dagate hin sehinaa rabbiin kuwa qabnaa jaa hundaa'u guyyaa dha'eegu jirra malee haalli yeroo amma muslima biyya keessa jiruu fi haalli ummanni keenyaa fi barattoonni itti jiru haala kanaaf qabsaa'oni haala kanaaf ayyoon ilmaan meeqa dhabdee imimmaan isii namni irraa xara gudhabame mootummaan eessa jira torbaan hunda nam lama nam sadii barataatu ajjeefama biyya silaa mootummaan masaraa keessa jiru ilma keenya ilma abbaa gadaati ilma kaayyoo qabuuti ilma gartee ummata seenaa qabuuti ummata kabajaa qabuuti jee hawaasni ija irraa gaccabsatee irraa obseetaa hojjetu guyya tokko barataan tokko ajjeefamuu isaatiif eenyutu xalayaa namni kun waan ajjeefameef ragaa fi qabataman namni sun qoratamee seeraaf dhihaatu qaba eenyutu gaafate mootummaan oromiyaa jaamu eessa jira dhiifama naa godha mootummaan footookooppiitti jira hagaan biyya turee dhufee kana hawaasumaatu wal bulchuu jira malee akka nama tokkotti hawaasumaa wal bulchuu jira wal dandeehee walii obsee walii irra dabraa hattaa ka isaanii gufatullee irra dabraafi ummata alislaam mootummaa nama miliyoona lakkaa'amu gabbeehee sagalee keenya qabeenya keenya alaa mana keenya nurraa hin tuqinaa qabeenya keenya eegumsa nu godhaa amma biyya gaafa diree dhawaa turre manni charchiidha waraanaan eeggamu charchii waraanaan eeggamu manni masjidaa immoo gabroottanuma rabbiitu eeggachuu jira masjida saappiyaan keessa jiru sabaattanyaa jaaniin ijoollee qeerrootu bulaa eeggachaa ture lakiin boodarra mootummaan akka teetee nama tokko waraan irraa godheef ummata alislaam hooni nuti akka nama muslimaatti akka nama tokko ittinimu rakkoo muslima irratti argamtu tuni ni wallaalan malee muslima cimsiti if yaadachiisti gama rabbitti isa deebisti rabbiin subhaanahu wataaalaa wanni nuti hoggayyuu sodaannu mijjaan dachii samiintu nuti toltee rabbii dagatuudha sodaanna malee rakkoon dhufuu hin hawwin laakiin yoo dhufte immoo ka hirriiba jiruullee hirriiba irraa akka kaastu wallaalan jirri kun rabbiin subhaanahu wataaalaa maal jedhe latublawunna fi amwaalikum dhugaa isin ni mokkaramtanii jedhe qabeenya keessaniinis ni mokkaramtanii وفي انفسكم لبوتي سنين لني مكرمتني ولا تسمعون نجي غنا امامتي بر غنا وليلي دغيوتي سنيا ما لغيسن ولا تسمعون من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين اشركوا اذًا كثيرا وان تصبروا وتتقوا فان ذلك من عزم الامور يو ايسن جي رب سبحانه وتعالى addunyaa tanaan rabbi isin jiraachise adaa hedduudha jara gartee kitaaba kannamerra warra isin dura kitaaba injiilii fi tawraat kannamerra ummata sanirraa fi ummata mushrikaatirraa jacha gartee qalbii nama cabsu lafee nama cabsu jacha hamaa akkasumatti gocha hamaa waan gartee isin miira keessa isin naqee isin eessa jira tumsi rabbii isin jechisiisu jecha akkasii irraa dhageessanii gocha akkasii irraa argitanii jaa rabbiin subhaanahu wataaalaa bal jee rabbiin achirratti maal jee
وإن تصبروا يو إسن أغان أبسطان يا ربي سبحانه وتعالى بل ركوتان هندلك يا ربي أبسأستن أرامي دي بيامس ديم تاني أمان لي دخاران وان بالليسنا أمان تينا مات اللي هنبوئنا بكا أمان تينا مات اللي هنديقنا لا لا آية ربي سبحانه وتعالى وصو حالي خنجر ربي ما نداما وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله جاء أمة يهودا في نصارى دبت رب ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من أهل جي ربي ما جي نهوني نقابني وصو إسلام ما تنرى إسن ديبساني غرب كفر إسن ديبساني إساني ولي والكتا تنهوني آياتما قمت جلاسا انقد ديبي رب وري كتاباهن إسن أكنت دقاقون إسلام ما تيسن قدتون مسجدني خيسن هدوماتون مدرسان خيسن هدوماتون هرّيب إسان روّتي واني إسانيفت إرّا أكّان هرّيب روّر نما مسلمة قرتي ربي قبرورا جبيني مسلماتي في قبيني مسلماتي في قدّني مسلمة أكّمل إسايا جسجا أفهم من مئفتني قرآن خي سنبرتني إسن تبكيسون إسن ياج إسن دقين يا ربي سبحانه وتعالى زمان رسول الله تستري عليه الصلاة والسلام أمني فكيف تيبل خناف واني إسن الرجل يا ربي سبحانه وتعالى وأقيم الصلاة صلاة خي سنبابا تنان تمويتني صدا إساني تي صلاة الرنبكتنا مسجد الرنبكتنا إسلام مرهم بهنا إساني تي فكاتني جرات شراف دينا خيسن هنغرغراتنا هجابة خيسن هنغرغراتنا ركون ناني مسلمة إيمان نيسا واني قرتي قل قل الله بكمون غافة ركوتي غافة بلانا كنا قفه أماني خيسن يقبه فلمت آني مسلمة إثيوبيا تي إفن جتو حاجة قرتي آدن نوغين نمني مليومان سودا إيسي واتك كمالي وصو موتومان أروميا كوميشنري بوليسني أروميا دا إلمي أورومو جنونسون إلمي أورومو جنونسون كوميشنري بوليسا نانو أروميا غبهي هيري ريخيسان فدرالت اللي بكمتي كابو بهو اندن ديسان جان دوبا لكنو مني مسلمة هنده جنية دوبا جتش ربي سبحانه وتعالى أن أنتم من تربيت جبيني خربيت ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين نما أدامت قبوسني تمن باجاجر قبوسني تمن وراني لكن خون هندين أمتا إفدوهن ديبسني دوا خانا واني أمتا رابر باجسو قبهاني آدنو نجيا آدتني أمن تينا متي أسوان بوين مرغانا متي أسوان بوين لكن نتواني نغد ديسيسو مسجنني قواتو نغد ديسيسو أغان سيمامي تيم وتم ماخن هجم تراتو نقدسيس مالف ما ربي تطيفته وسو انا فئته تجلسني والله ربي تطيفته قران اس ربي تطيفته ربي بالمسات نوتي سبب ما هاتانو دملي خنتيفته رب لكن مو نمني اسلام اتخي نمني مسجد اتخي نمني علماء اتخي والله سينا خيسه تتكاورين سهم برخن ندوا تكا عمري نساهم برخن هل كان نجاني الرف نياتي هنغمد أفتي اتنغمد قباتي اتنغمد الرقود داني سيفر شوطان هل كان بلتي اف داماستي اف حدو جيتي چجرسم غنم خاتي بكستك ديرت مو قل قل هرب ايسي سيري سيرا نجير رفون دنديس هم بالما ربي سبحانه وتعالى سودا ربي تقل لك سنجيك قلب مساني خيستو أما اللي أمة الإسلام وندا منو تي تنخيس يونو تي أما اللي ربي تولي ورا تولي حواسا تولي قبرو تربي تولي بيتي نسني تولتي حواس نسني تولي وني بيخي سركونا كنون دديب دفتوكو الرغود دان خينيا امنتيس لكي ساجرا غرين نما مقاف اسلام ما هي متملي غرين نما
حزاني خلل ابو صفي تكافي صفي لما قرت غافا والنبرال اللبومتي بكا خنا جني نما سياستين بيتو تونس ركوتا كبيخا تكيني ندو فجروهون تكيني موتوما تخومنو من توكو دورخ اتفخومن إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم جل ربي سبحانه وتعالى يؤيس إن الله رفتم ستن بل لما ربي تربي نسير تمسو وني ربي لان تمسنون دوران درسي أنمان محمدي في أحمد أبينك أتيبولا خينيا دچي إساسا درك إن الراخاستي مليون لما سدين غرغراتو تابي آتي خيست وري داسبورا دچي موتومان سي أفيري قباتي أتي ديمتي بلاش تفرتي ورقا يلو سنين باسبور بيج آسنين قتيبولا خين أرشي كم خرجا خنيتي في الراخاستي على من رويتي مليون لما في سدين إيسا قرتي إفجاري والإجاري أمتا خين يبر بدي يسوف هم نا اتقوتي سان خيسا ربي صدار دوتو توقو سان لما فا نتمانو رغاساني والجالاني وليرفاني قباتان خينيا قبنيسا سامي قهو جرا قباتان خينيا قبنيسا دچت تيسا قبوسو جرا نمني بيه خينيا والله ثم والله ورى امريكا رب مالكاني قبنيسا سنجيس تنكجبنا نان غافتين ايسا في ديمو ربي امن اللي برخاها قروف لكن امو والقرقارو جران غافي خيسا سنتي والقوة قبان خاك ابن نيسا من لما سدي افر دچي قرقود دو في كابن يا قرقود داك ابو في الرئيسا ميلك اللا دي خوبين كم خون هون دينو بلا اماز ديما جرتو تنافشات لكن واسطو بيخا غافن نتي رحمته وليغاني ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء يا رسول صلى الله عليه وسلم درت ولسي كاجا يسوم ان شاء الله دچينغو تما يرتي بليز كم كلوزر تو ذا فيرست رو ان شاء الله ذير از ستيل سبيس امه الاسلام هوني هوغيو غيزي ركون ارغمت قفا تكوم تكومني درت باني فلمت قفا ميت امه خايو قوتو قمنا مسرا موتوما خيسا امه مسلمه سينو مالتو دانغيس انو ما فياتي تو دانغيس اجرا خاكه هي اريد كب كوفيا كب يول بها تشدقي لكن هو انا اسلام وانو بكيسو دي مولاي وان بيا مشو ما في غدينا في خنا يادو وانو شريعه دبتا اتو ما ور محمد في احمد يكس جابر خبران جوبر بنو تي خدد من نما الغاتي متي وللراول دد من نبر أمة الإسلام فرمان يودفه جباخين يجبيسون لافاخين يجبيسون أمني وان بردين كبا أمة ارترار ورول اندلين الرا نما إساني حتى برخدهم وقرخ سجر سنة لهم كيبلو لكن ما أبدا أبدا ألغتي ديمانيهم خنن حتى هم من يسألقت لين دبتا نتيمو إلمانو مأديراتي في إلمانو مأباتي في إلمانو أيوتي في هو يوهنات والدربي أمة الإسلام ربها سودان كل فين نجيا بلسمة كل فين قدنا دقاقنا كل فين حواسني خيني نجيا جراتنا أنا في أتهر كجرتي سببان أن يتكون غيس ربي سوداتون والله رب هواسخنا نجيباس دين اتيمو مقوت باتي خباخي باتي هل كندليت انا في اتيس هواس بلاخنا اللي بالليست خنا هوبن اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروا انه الغفور الرحيم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومن والاه وبعد لكن كباب سيونين دامور باتو حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول لي حاسوا بريدا خيستي قبروتن ربي قمت جيسا مالجا رسول صلى الله عليه وسلم إن هذا الأمر أي إن هذا الدين لا يبلغ ما بلغ الليل والنهار أمر دينات إسلام مانت بك دكنت جيسيفي بك إفناني قيارا جيهن دقه افتيسي رسول صلى الله عليه وسلم فنيان قرقور تيسته جاللان استه دركين استه ما جي رسول صلى الله عليه وسلم نما جباني استه نما لافاني استه دينان خوني منجي تاتيفي من اوكيد انجار ملي سينوف تاجي رسول صلى الله عليه وسلم خانا نمتي جما سرامو ثم ايتوبيا كي سجرو دانيال كبرت جاموسن مكاي ساسرت ياملين نجسوما منبر خنا بل سيچو سدان غمدي جنان خونو اسلام من اتي راركچا جورت ايتوبيا غوتو داميتي مسرا موتوما امريكا وايت هاوس هيس قرانا جرا جنان تاك غوتو امريكا تنخيس يودي ميلكاي مسجد كوم سدي اول كوم افور كوم افوري اول توتجرا تنهوبتو قبا فنيان قرقريتيستي جاللانيستي خبجانيستي اسلامومان منچي تراجارم منادوكي دانجارم كل اوسو هنسين نه نحف تو جي رسول صلى الله عليه وسلم خنا بيخيغا يو اچي خي سجراتي امه مسلمه تجاجل تجاجلو يون ثاني مو ارلي بورلي جبر حواس مسلمات اچي خي ستاي جبن صافي امه مسلمات في قدالبون امليني بلاليفن خنافو وني سينغمچي سوربان ركون امه مسلمه دماتون جبين يا خينيا في تكم ما خينيا مليسو قفا في درن اسلام من دغاغو يتاتي ملي وان باستن تنسين ربي نرتي اوصاجي ربي سبحانه وتعالى وان تصبر وتتق فان ذلك من عزم الامور يو يرتي اوستاني ربي سودات ام ليسن امني هل كني غيا وني اتشرب كيسيس سوداتي شوف امنتي قال لك استني مسجد جارو لك استني حجاب لك استني غير اساني تكديب تنف ابدا خنا ربي دي ديجر اما جا شانل ججرون قبا شانل لي خان افان جولين اتين دغي سو تهو قبا ان شاء الله دي فمنا غدا ما دي ريسبكت براذر اند سيسترز مي الله سبحانه وتعالى protect us from all the evils and the devils. Earlier I was talking about the hadith from the Prophet sallallahu alayhi wa sallam that was narrated from Abdullah ibn Umar. One time the Prophet sallallahu alayhi wa sallam came across Abdullah ibn Umar and he told him, before even he said any word to him, he puts his arm on his shoulder. As a father holding his son and giving a fatherly advice to his son, as Luqman, the one who was given a wisdom, have done to his son, and the Prophet sallallahu alaihi wasallam gave very strong advice to Abdullah ibn Umar. He told him, ya Abdullah ibn Umar, kun fi dunya, be in this world, kun fi dunya ka annaka gharib, be a stranger, like you are a stranger, nobody knows you, a traveler, somebody who is on journey, because this world is, it is not a place that meant for us to stay forever. We should use it like a bridge
to just pass through to get to our destination. The Prophet sallallahu alaihi wasallam did not even say too much. He only said two words: be in this world as you are a stranger. You know, a stranger means nobody knows that stranger. When somebody is coming from different neighborhood or from different states, he does not know the state, he does not know the people, he does not know the places. He does not involve in everything. He's very careful, or she's very careful. They don't say everything that comes to their mouths. They don't utter everything. They watch their mouths because they don't know what the society around them would say to them, because they're not used to this culture. So what we learn from this magnificent hadith, that be mindful of Allah subhanahu wa ta'ala. Do not take this life as you're gonna be living here forever. Use your time wisely. Take, as another hadith, the Prophet sallallahu alaihi wasallam said, take advantage of five before five. The Prophet sallallahu alaihi wasallam said, take advantage of five before five. اغتنم خمسا قبل خمس. And this wise man, Abdullah ibn Umar, he analyzed the Prophet sallallahu alaihi wasallam saying, and he said on his own word, كن في الدنيا. No. He said, إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. If you happen to leave during the day, do not wait for the night. Make sure you take advantage of the moment that you are living right now. That's what Abdullah ibn Umar said. فَلَا تَنْتَظِرِ الصَّبَاحِ. Do not expect the morning, because it's not yours, it's in the hand of Allah subhanahu wa ta'ala. Your moment is at this moment. You don't know what's coming after this. I may, or you may, leave Jum'ah today. There is how many mashayikh or ulamas that were given the khutbah, the speech on the minbar, and who have died. Have you not seen videos on YouTube? A sheikh giving a khutbah, speech to the gathering like this, as he was saying, Ya ayyuha alladhina amanu attaqu Allah haqqa tuqati, he passed away. And this is what the Prophet sallallahu alayhi wasallam says, اغتنم خمسا قبل خمس. Take advantage of five before five. Take advantage of your youth before you get old. Take advantage of your wealth before you become poor. Take advantage of your health before you become sick. And take advantage of your time before you become too busy to even come to the masjid. Sometimes when you have too many kids, you're gonna be babysitter. You may not be able to even come to the masjid because the kids are not able to sit with you in the masjid. Maybe your wife is working. You cannot even attend to the Jummah prayer. Why? You have a small baby and another five kids running around. Are you going to watch them, or are you going to come to the masjid? The Prophet sallallahu alaihi wasallam said, take advantage of your time, your health, your wealth, and your life before death. Ikhwani fillah, this life is a test for us. You know, as one of the weak hadiths in the narration of, I can't remember the exact sahaba who was having issue why this hadith became weak because of this person. Although we don't use the hadith, but we can take the meaning of the hadith. The Prophet sallallahu alaihi wasallam said, the wise man, intelligent, clever, and highly intellectual person means, is the one who does the good. First of all, the one that sits and think about, should I do this? Is this gonna be beneficial?
Is it worth it to do it? Is it worth it to say it? The one that measures what is good for him and what is good for what is bad for hereafter. That is intelligent. That is wise. That's what the Prophet said. A wise is not only measured by how many, you know, schooling you have done or how much money or wealth you have. It is all about doing what's right. He said, the one who does good in the hope, with hoping that Allah subhanahu wa ta'ala will reward him, that is what is intelligence. That is what is means wise. Taking your time wisely, using your time wisely. So, ikhwani fillah, especially my brothers, this advice is for you and for us, for all of us, not only for the youth. Please, let's try to refrain ourselves from something that is not necessary for us in here and hereafter. And the Prophet sallallahu alaihi wasallam said, "Min husn al-Islam al-mar'i tarkuhu ma la ya'ni." The best person in religion is the one that leaves unnecessary things and do something that is beneficial for him. That is the beauty of the religion of the person. To measure this person, if he is religious or not, it's not about qamis. It's not about having the long beard. It is about doing what's right and abstaining or refraining from any bad action or evil. That is what the Prophet sallallahu alaihi wasallam have said. So, ikhwani fillah, I went back home. People did not have everything that we have here. But at the same time, they are obedient to their Lord. They are still taking advantage of their time. Although there is hunger, although there is no technology, although there is no enough food, wallahi thumma wallahi, you'll be amazed. There are students who are coming to the school barefoot, don't have any shoes. They coming from far distance, walking on the street. No car, no transportation, but they are still doing well. And I see some kids in the back, they're using their phone while we are in khutbah. Please put away the phone, and this is for you. That's why I switched the channel to English. I could have gone in Oromo. So, ikhwani fillah, please take advantage of your time. Take advantage of your wealth and your health. Allah subhanahu wa ta'ala says in Quran, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَالْتَنْظُرْ نَفْسُ مَا قَدَّمَتْ لِغَدْ. O who you believe, fear Allah subhanahu wa ta'ala, and also make sure that you are investing in your account for something that will benefit you tomorrow. Invest for tomorrow. Invest for the day of judgment before it's too late. So my sincere advice for the parents is, we are the reason for our kids to be guided or for misguided. The other issue that we have as a principal of Islamic school for 400 students in the masjid here, the issue we have, we are not having enough support from the parents. What is that? I wanted to say this clearly. When we assign students for homework, please make sure you sit down with them. Although you don't know, even if you don't know how to read Quran, take your time to sit with them, at least make them read their Quran.
But the problem is, we blame you, you blame us, it's becoming just blaming each other. The madrasa is not teaching this, the madrasa is not doing this. Wallahi thumma wallah, 99% is the parent, not the school, not the teacher. I've seen a parent, when the students are coming from school at 5 o'clock after school, you know the first thing they do, they open up their backpack and they check if there's homework in the backpack. That is a wise parent. They open it up, they see the folder, and they check if the students are doing well or not, if there is a message from the teacher or not. Why we don't do that with Islamic school? Why we underestimate the Islamic school for weekend? The value that we have for Islamic school and the value that we have for non-Islamic school is totally different. That is what is killing the generation. And it's easy for everybody to blame the masjid, the school, the mashayikh. 99% is the parent who can play a big role in the success of their students. We can teach, we can guide, but who can implement what we teach is the parents. If we teach how to pray, if we teach how to make wudu, if you don't go to the bathroom with them and show them how to make wudu, it is nonsense, it doesn't help. If we teach them how to pray, we're not gonna be there with them for 24/7. You as a parent, you are at home with them. If you don't get up for Fajr and you don't wake them for Fajr, and what's the point of me teaching them and telling them the value of, or the benefit or the virtue of praying Fajr? As a parent, you wish the best for your son or for your daughter, but you don't do it in action. How many students that we have to ask them, did you pray Fajr this morning? No, I didn't wake up. Oh, my mom, my dad didn't even walk. They didn't wake up. So they come to the masjid or to the madrasa, and we have to take our time to take them to wudu station and make them pray. That job is supposed to be done by the parents, not by the teachers. We are an instructor. We are not those who implement or those who put them in action. The parents need to take it serious. I mean, if you want this, you know, if you know Ahmed Burhan, the one who has won the Quran champion for the first time, who have won on behalf of United States in Dubai, the Quran competition in 2008, in 2018, in last Ramadan. Alhamdulillah, may Allah subhanahu wa ta'ala bless him more. When I ask about his life, 99% his dad is with him. You can pretty much say his dad have played a big role for him to be where he is today. Beside the teacher, Ma'alim Abdul Nasir. Even when he is at his store selling, he will make his son sit next to him and listen for him his Quran and review with him. It is easy to blame you, it's easy to blame us if that's the game. Wallahi, that's not a solution. The solution is, before you point fingers to others, ask yourself, what have I done to my son? What have I done for myself? Wallahi, you'll find out there is a shortage and you can find out a solution for it. The issues that we have in our generation right now, it's not all about, we have the beautiful masjid, we have a beautiful gym in here, we have good teachers who have ijazas, who are certified to teach. But it is, if there is no collaboration, if only time you say is at the end of the year, what is my son have accomplished in 2 years, 3 years, that's not going to work. Ikhwani fillah, please be mindful of Allah subhanahu wa ta'ala. The other issue is, wallahi thumma wallah, I will say this. As long as you fear Allah subhanahu wa ta'ala as a parent, as long as you are obedient to Allah subhanahu wa ta'ala,
As long as you live by the book of Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahi thumma wallah. You and your family will be succeed in this life. This is the saying of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam. احفظ الله يحفظك. I have said it many times. Be mindful of Allah subhanahu wa ta'ala. Obey Allah. The servant of Allah will obey you. But when you disobey Allah, how do you expect your son, your own daughter to obey you? The condition is very easy and simple. You don't need a big formula for this. Do the right thing, your son will do the right thing. Do the right thing, your daughter will do the right thing. Otherwise, you will pay back. It's time for Fajr and you don't get up, and you ask your son to do something, you did not respond to the command of Allah, and you expect your son to respond to your command. Is that fair? It's unfair. And Allah is justice. Ikhwani fillah. Let me ask myself, what have I done for Islam? What have I done for Islam? And you expect your son to have done a lot for Islam. It's okay. It's okay. It's not a problem. But at least try your best. In Islam, it's not about perfection. It's about the efforts. Put the effort as much as you can. وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّمْ سُبُولَنَا. Allah has taken oath and said, Wallahi. Allah by himself is swearing to himself, saying that those who have put efforts and tried their best, Allah said, Wallahi, I will guide them. I will show them the path. As much as we care about the world that we live in, do we care the world that we're going to leave tomorrow? Our last destination? If you put your aim and your thinking all about Akhirah, Wallahi subhanahu wa ta'ala will take care of anything that is in this world. So, ikhwani fillah, I know there is a crisis of opioid just recently, right now. You know, as my other part-time job, I work in the hospital too. We have someone who is still unconscious, who's 18 years old, just because of what we have. Wallahi thumma wallah. My brothers, young brothers, and youths, whatever we do, it's very simple. Let me tell you the formula for you to live a good life in this life. Luqman, the wise man, who has given a wisdom, when he was talking to his son, he didn't give him too much thing to do. He didn't list a lot of things. All he said, Ya Bunay, oh my beloved son, oh my beloved son. We should talk to our kids like this too. And instead of, hey, do this, do that. La, la, la. In Islam, Allah subhanahu wa ta'ala is teaching us also how to speak to our kids. Oh my beloved son, Ya Bunay, Aqim as-salah. Establish the prayers. Look, he did not say, he did not command him to do anything else. Just pray. Why? Inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar. If you sincerely pray for the sake of Allah, if you sincerely to please Allah subhanahu wa ta'ala, if you pray not to please anyone, not to show off, not to be, you know, commented as you are a religious or a pious person, but as long as you pray and you put your head down for the sake of Allah, not to please anybody, wallahi thumma wallah, Allah said, Inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar. The salah that you pray, not even anything else, akhi. You are as a believer and you pray 5 times a day and you are committed to it. Wallahi. Thumma wallah, Allah will protect you from drug, alcohol, from fornication, adultery. That salah will become as, what do you call it?
A shield. You know what is a shield? When you have, you know, the protesters are protesting, sometimes you have the police officer having the shield to just back off the protesters. The salah will become a shield for you to protect you from all these evils. أقول قولي هذا أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينفعنا بما علمنا ويرزقنا علما نافعا وعملا صالحا متقبلا. But let me tell you something. Don't give up. Whatever you're doing, don't give up. There is still hope that Allah subhanahu wa ta'ala, inshallah, this nation will rise and do the right thing and be the best nation of this nation. Insha'Allah ta'ala. Whatever that has been passed is past. But take advantage at this moment. Say to yourself, we are in 2020 right now. We are in 2020 right now. Have a list of things that you should be getting rid of it. One by one, try to change yourself as much as you can, without judging anybody else, without exaggerating what you're doing. Just be obedient, be the servant of Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fillah, asmaratin gababsa, Rabbin subhanahu wa ta'ala biyatani biyana gaya rabbinu hagud. Ilman khin ilman gaya rabbinu hagud. Ilman rarakka chajur ruhana, dura lubbu tinya raharakkan. Dura ifhajijirun tummanu. Wanjul iran gura jannusan ififisagun. Irrae sahafagan. Ofi Rabbi dida jolle nudidde chun hintatu. Rabbi ratoli Rabbi sitola. Kuni ballama Rabbiti. Wani hadisa dera walitti nunjuru. Wallahi Rabbi ratoli. Rabbi wani sifin tolle njuru. Kun ballama Rabbiti. Ilman khenyas wani guddan duai barbaddi. Khala Rabbi barbaddi. Masjid wali ndufu barbaddi. Qur'ana isani مدرسانا كنتاتي مسجدنا كنتي قفامت مال قولو جرتاتي قرآن سانيتيف جول لي مدرسا قفتي ارقونا متي اكا هارتي اكا اباتي مال قولا جرت نوتي هاقي دن دنيو هاقي ورو دن دنيو وي اتي لين غرغار سخي قد دابر بانا يجو خانو ندام منو ربي بيتين يبيي نگي ربي نها قولو موتوما حواسان تول بيهن تول قبرو تربي تن تول دچي سامين تول ربي نراغاسو أمين جتو موتوما نوفين تول بياهن تول قبرو تربين تول بيلداهن تول ربي نورا خاص موتوما نو تول حواسا تول ورا تول بيا تول خاك أفدابتو ربي بكن وابوس ربي سبحانه وتعالى ركو في بلا بيا خيس جفت ربي نورا دامس ورا أمن تيرا وللنبوس وربادو ربي بكرا رفني تربي سنا ديبس ورا ربي سبحانه وتعالى قداتين يدتنبي إسلام ما بدارين إيسي دتنبي نجي إسلام ما دتنبي ربي سبحانه وتعالى ني أرقى ني بيخى نرى بكر فنترب نرها ديويس هنا أبر لكن إمو وأنو تلا ربي نواخن وأنو فين تولي بيان تولي هواسان تولي ربي نرها دممسيس وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أن يبارك الله فيكم أقم السلام الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على السنة حي على الفلاح قد قامت السنة قد قامت السنة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله استووا أقيموا صفكم اعتدلوا الله أكبر رسول الله لا إله إلا الله محمد